Yeah.
يا
اللي بغينا والمخزن يحمل فينا، العدالة اللي بغينا
مدينة الدار البيضاء. هذه المدينة هذه السنة احتضنت 53 من المواطنين والمواطنات في ساكنة الريف. 53 من المواطنين اليوم مسجونين في السجن العام وفي السجن مشعوب ديال عكاشة. اليوم حنا كساكنة ديال الدار البيضاء كمواطنين ومواطنات في هذه المدينة سنعبروا على الغضب، الغضب الكبير على الساكنة البيضاوية كما في عدد من المدن المغربية، مدن الناظور، أكادير، الرباط. اليوم الساكنة المغربية وكان في واحد المنطقة سميتها الريف، منطقة في المغرب اللي الناس ما بقاوش يقدروا يخرجوا يتباهوا فيها. هاد المنطقة اللي اليوم تم العسكرة ديالها، اليوم هاد الناس، الناس ديال الريف، العائلات، تنقولوا اليوم تضامن ديالنا الكامل، اليوم لهاد الناس، الكل أم، الكل زوجة. ولي ظهرت بالحجة والدليل أن الحكومة
انا احتجاج سلمي مكفول بمواثيق الدوليه اللي صادق عليها المغرب. وفي الاخير ندعو جميع الجمعيات، الاحزاب السياسيه، النقابات، المجتمع المدني، المغاربه والمغربيات كاملين الحضر واليقظه، لانه كاين شي تراجعات خطيره. هاد الناس اللي حاكمين ما بقاش الوقت في البلاد. وكما ندعو للاستفاضه في جبهه واسعه ضد الاعتقال السياسي في معركة وحدوية المغاربة كاملين يجتمعوا فيها. عندنا بالإضافة إلى 50 معتقلين في مدينة ستة البيضاء، في الحسيمة كاين 800، العشرات في جرادة. دوك تندعيو الجميع من أجل النضال، من أجل مغرب الحريات والحق في الاحتجاج والتعبير. تنقولوها كما قلناها في الأولين، ما نفكش. تحية للحاضرين والحاضرات، شكرا لكم. شكرا لكم جماعة